مرحبا شباب، هذا الفيديو يخص فد معلومة أو فد سؤال وصلنا من أحد الأصدقاء وحبيت أنه أجاوبه على سؤاله على شكل فيديو للفائدة للكل. طبعا السؤال غريب من نوعه، يجوز أكو قسم يعرفون أكو قسم ما يعرفوه، فحبينا نطرح فيديو للفائدة للكل. فوصلنا سؤال من صديق الصفحة يقول: علاوي، بما أنك متواجد وهسه نزلت المنشور، سؤال اخوي الفحم يفيد البلبل، وشكرا لك يا طيب. تحياتنا لك صديقنا محمد، تحياتنا الى كل متابعينا من خلال صفحتنا على الفيسبوك ومن خلال قناتنا على اليوتيوب. صديقي وعزيزي، المربين الرواد بتربيه الطيور كافه، انا هسه ما راح احكي على البلبل، راح احكي على الطيور بشكل عام للفائده. يعني اليوم اللي يربي غير طيور حتى يستفاد المعلومه، مو بس للبلبل مختصه هاي المعلومه. فالمربين الرواد بهذا المجال يعرفون فائدة الفحم. الفحم بفائدة مختصة بالجهاز الهضمي للطار، واللي عنده مشاكل بالجهاز الهضمي هنا شلون راح نقول. اليوم عندنا طائر خنطل او بلبل خنطل وما نعرف علاجه شنو، يعني دخنا به انه الطير دائما خامل، تشوفه نافخ روحه منفوخ، عنده انتفاخ بالمعدة، شهيته قليلة كلش. هنا 100% احنا راح نحكم على هذا الشيء، راح نقول عنده امراض بالجهاز الهضمي او بالمعدة، او نشوف عنده اسهال حاد كلش. هنا المرض راح رأسا لا هو استبراد ولا هو زكام ولا هو فاش ولا هو غير شيء، راح نقول هذا المرض يخص الجهاز الهضمي ويخص الامعاء للطائر. شو نقدم له؟ نقدم له الفحم. الفحم بامكانيه يمتص المواد الكيميائيه اذا كان الطير مسمم، يعني يسحب البكتيريا اللي بجسم الطائر والفيروسات. الفحم بامكانيه، احنا نعرف كلنا اليوم احنا مثلا عندنا مرات الثلاجه اذا بها ريحه او بها يعني متروكه، نخلي بها فحم ببطنها حتى يسحب الريحه ويسحب المواد الكيميائيه بها. نفس الحاله الطيور، ونقدمه نبرشه ناعم بس مو دائما، يعني خلينا نقول مثلا حتى للطيور اللي ما بها شيء، فبالشهر مره نبرش شويه فحم نكسره ناعم ونخليه بالصحن مال الاكل مالته ويا الخبطه مالته او ويا البلد، نخليه هو راح ياخذ كفايته، راح ينزله بمعدته. الفحم شلون تصفى، احنا حتى بالمي هسه بالفلاتر هذا اذا تنتبهون اكو فحم يستخدم للتصفيه. هنا الطيور هم نفس الحالة، هو راح ياخذ كفايته، راح ينزل بالمعدة، راح ينظف جسم الطائر كامل من كل المواد الكيميائية والفيروسات والبكتيريا اللي بجسمه. هاي وحدة. اثنين، اذا عجبك شيء يعني شلون عندك ما تريد تخلي تصير ريحة بقفصك، تقدر تخلي بماعون فحم وتخليه جوا الفرش مال الطير حتى الطير لا يبعثره ويدمره. هنا جوا الفرش راح يمتص شكو رطوبه وشكو ريحه وشكو تعفن، راح يمص الفحم. بس هنا اللي انصح به انه ما تستعملون الفحم بيا حاله، بيا حاله انه ان احنا اليوم ملقحين طيورنا مثلا جديد، عندنا لقاح جديد بنطيهم اياه لازم ما نستعمله، او مستعملين له فيتامين عنده تلك وانطيناه فيتامين حتى نعالجه، هم لازم ما نستعمل الفحم، لان الفحم امتصاص المواد الكيميائيه من جسم الكائن الحي، يعني مو بس الطيور، مو عبالكم انا قلت لكم اللي بدنا نستخدمه تصفيه المي هم بدنا نستخدم الفحم، وبدنا نستخدمه بالثلاجات والمجمدات هم نخليه حتى يمتص الرائحه الى اخره. ان شاء الله وصلت المعلومه وتحياتنا لكم.